فرح وصلنا لمساحتنا الطبية، وضمن المساحة الطبية لليوم رح نتوجه للمرأة ونحكي عن ظاهرة ألياف الرحم، شو هي وكيف بتنشأ والأسباب يلي بتؤدي لحدوثها وكيفية معالجتها ومداواتها. أكيد هالموضوع رح نضوي عليه ونحكي عن تفاصيله أكثر مع الدكتور سمير رمضان، ماجستير توليد نساء وجراحتها ومجاز من هيئة البورد العربي وعضو نقابة أطباء دمشق. صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير فيكم. صباح الخير. صباح الخير دكتور. بداية خلينا نعرف الناس شو هي ألياف الرحم. هلأ ألياف الرحم أو الليف هو ورم بصراحة، لكن هو ورم سليم أكيد، ما هو ورم خبيث. ممكن يكون خبيث بنسبة أقل من 1 بالألف، فعموما هو ورم سليم. هو طالما ورم معناته هو عبارة عن تكاثر خلوي زائد بيصيب العضلة الرحمية، وبتظاهر بشكل مثل الكرات الصغيرة بتتراوح حجمها بين حبة البازيلا، ممكن احيانا يوصل لمثل كره البيسبول مثلا او التنس، وممكن احيانا يوصل لحجم اكبر ممكن مثل حبه الجريفون مثلا، ممكن في بعض الاحوال نادره يصير مثل البطيخه تقريبا. طبعا مشكلته انه هو معظم حالاته بيكون لا عرضي، يعني 75% من الحالات لا عرضي، بس نظرا لشيوعه الشديد وخصوصي بمرحله السن النشاط التناسلي عند المراه تجي اهميته. يعني تخيلي مثلا انه عملوا احصائيه طلع مثلا النساء اللي ما بين 30 و50 سنه مثلا نسبة حدوثه تقريبا شي 70%، ومعظم الحالات بتكون مو معروف انه عندها، فيعني من هون تكمن الأهمية انه لازم نضوي عليه. مزبوط هذا الموضوع. نعم. دكتور اسا بدنا نرجع لأسبابه، وهل هناك كان أسباب محددة لظهور هي الألياف؟ ممكن انه الست او المدام انه تقدر هي فعلا تعرف انه في عندها هي الألياف من غير مراجعة الطبيب، او ممكن هي بحاجة لكشف حتى تعرف هذا الشيء؟ هلا بصراحة السبب غير معروف حتى الآن، يعني كل الدراسات حاولت انه تحدد السبب، وهذا شيء محبط بصراحه لنا كاطباء وحتى للناس، يعني لانه مجرد عرفنا السبب صار فينا نعرف العلاج الاصح، وصار فينا نعرف نعمل شيء الوقايه، الطب الوقائي اللي هو ارقى طبعا لسه من الطب العلاجي. بس المعروف هو الاليه الامراضيه، الايتيولوجي. يعني شو الاليه الامراضيه؟ طالما هو ورم معناته هو في تكاثر خلوي زائد، بس لاحظوا انه في خلايا شاذه عم تكون ضمن الرحم عم تؤدي لها التكاثر وتخلي هالتبارزات اللي تصير. بس اللي لازم نحكي عنه واهم انا برايي طالما ما بنعرف السبب هو العوامل المؤهبه، يعني مين هن الناس المعرضين اكثر من غيرهم انه يصير عندهم هالشيء. طالما هو علاقته كثير متينه بسن النشاط التناسلي، معناته علاقته متينه بهرمون الانثوي الاول اللي هو الاستروجين. هلا هذا الهرمون طبعا اكثر شيء بينشط عند السيده ما بين عمر 15 سنه الى 50 تقريبا، فكل ما قربنا من منتصف سن النشاط التناسلي كل ما زادت الفرصة أكثر. طبعا من هالمنطلق هذا معناتها سيدات قليلات الإنجاب عندهم شيوع أكثر من المنجبات أكثر. ليش؟ لأنه بيتعرضوا أكثر لهرمون الإستروجين. القصة العائلية مثلا إذا أم مثلا أصيبت صار في احتمال لبناتها يعني يصابوا بنسبة أكثر 3 مرات من غيرهم من الناس. البدانة مثلا السيدات البدينات شائعة أكثر. هلا مثلا بأمريكا بتعرفي بيعملوا دراسات كثير لاحظوا انه موجود عند العرق الاسمر يعني الافريكان امريكانز يعني اكثر من غيرهم. هلا كمان في دور بيقولوا للحميه الغذائيه مثلا الغنيه باللحوم القليله بالالياف، فيعني هي اجمالا معظم العوامل المؤهبه للحاله. يعني دكتور يمكن مثل ما قلت بعض البيئه او طبيعه اللي خلينا نقول البيئه اللي بتحتضن هي المراه ممكن تاثر كثير على اصابتها بالياف الرحم او لا، يعني في بعض الامراض بتصيب منطقه معينه اكثر من منطقه، هل فينا نقول انه الياف الرحم ممكن نشوفها بالمناطق الحاره اكثر؟ لا ابدا، هي القصه مو قصه البيئه، هي القصه برجع بقول لك السبب مو معروف، لكن العوامل المؤهبه. هلا مثلا الدراسه صارت بامريكا على مثلا على العرق الاسمر او الاسود، بس بافريقيا بصراحه ما صارت دراسات ليعرفوا انه القصه لها علاقه، بس معظم الدراسات ما اثبتت انه في علاقه للجو الحار مثلا. هلا ممكن تقولي الهند مثلا او باكستان، هدول دول في عدد كبير من السكان وعندهم دراسات متطوره، كان ممكن يطلع هيك شيء مثلا، بس لا طالما ما في هيك ما في اي علاقه بين مع البيئه وال نعم. يعني دكتور كان في اشاره صغيره من حضرتك الى حجم الالياف اللي ممكن تتعرض لك السيده، ممكن يوصل البعض منا لحجم البطيخه مثل ما تفضلت وحكيت، خلينا نحكي بتفصيل اكثر عن انماط وانواع الياف الرحم. هلا هو طالما الالياف هي بتصيب عضله الرحم، عضله الرحم هلا حابب احكي في 3 طبقات. الطبقة الداخلية أو البطانة الرحم اللي هي جزء منها بيسقط أثناء الدورة التنصية، واللي مهمتها طبعا هي استقبال البيضة الملقحة والتعشيش والحمل
وإلى ما هنالك. الطبقة الوسطى اللي هي الطبقة العضلية، اللي هي من هون إجا الاسم أصلا بالذات، يعني الطبقة العضلية مهمتها كتير كتير راقية جدا بعد الولادة، لأنه هي اللي بتتقلص وبتنقبض وبتمنع حدوث النزف اللي ممكن يؤدي إلى الوفاة يعني بعد الولادة. بتعرفوا دائما بعد الولادة بيصير نزف، فانقباض الطبقة العضلية هو اللي بيسبب توقف النزف. الطبقة الخارجية اللي هي أشبه بالغلاف الخارجي، اللي هي الطبقة المصلية، لها علاقة بتعليق الرحم بالأنسجة المجاورة لمنع حدوث الهبوط. هلا الليف ممكن يختار أي طبقة من الطبقة الثالثة، أكثر شيء هو طبعا بيصير انتراميورال الداخل الطبقة العضلية. النسبة الأقل اللي بعدها بتجي بالطبقة المصلية أو سبسيروزال، اللي بيتظاهر على سطح الرحم أو على الجزء الخارجي، واللي ممكن ينكشف أكثر من غيره بسبب تظاهره الخارجي، وهذا ممكن يوصل لأحجام كبيرة. الجزء الأهم أنا برأيي هو الحمد لله النسبة الأقل اللي هي 5% تقريبا، هي اللي بتجي تحت المخاطية سب ميكوزا. ليش أهميتها أنه هي بتجي بتتبارز داخل جوف الرحم، فممكن بقى هون تعمل عقم، ممكن تعمل إسقاطات متكررة، ممكن تعمل إذا صار حمل ورافقة، ممكن تعمل ولادة مبكرة مثلا، ممكن حتى بعد ولادة تعمل نزف إضافي بسبب عجز الرحم على الانقباض اللي حكينا عنه. هلأ بالنسبة للضخامة بصراحة قليل الحالات الضخمة، بس هلأ هو بشكل عام الليف بيجي ممكن لوحده، ممكن أحيانا بيجي مثل عنقود العنب، بيجي مثلا مجموعة من الألياف. الخطورة وين تكمن؟ لما بيضغط على الأعضاء المجاورة. هلأ هو أكتر شيء بيتظاهر صراحة على الدورة الطمسية، يعني حتى سؤالك اللي كيف بدها تعرف السيدة أنه عندها، هي أكتر شيء ممكن تعرف فيه ممكن تبدل الدورة الطمسية عندها، أنه هي كانت معتادة وحافظة مثلا دورتها، مدتها، كمية الدم عدم مؤاخذة اللي بتصير أثناء الدورة. هالتبدل طبعا لازم يدفع أنه نروح نتوجه نحو الطبيب ونسأل ليش عم يصير هالتبدل، لأنه أهم عرض هو إله هو غزارة الدورة الطمسية. فأي سيدة عم تشكي من غزارة الدورة الطمسية يعني جديد ممكن مثلا، يكون سبب ممكن يكون حتى لو من بدايتها انه هي انا طول عمري دورتي غزيرة، طب لازم تفحصي تعرفي انه هي في ليف مرافق ولا لا، لانه هذا الليف عم يزيد حجمه مع الوقت، وطالما هو بالاصل لا عرضي، يعني معظم 75% من الحالات لا عرضية، فلا هذا يستدعي طبعا. هون بنأكد نحن على الزيارة الدورية، الفحص الدوري اللي هو واحدة ما عندها أي شيء رايحة بس لحتى تطمن على وضعها، هون ممكن نكشف نحن الألياف صراحة بالنسبة عليه، وكشفه كتير سهل كتير سهل، لا سيما مع تطور التقنيات تصوير بالأمواج فوق الصوتية. وعفوا دكتور، مثل ما بنقول دائما أنه الكشف المبكر بيساعد على العلاج المبكر. هلا موضوع العلاج، موضوع العلاج بصراحة له علاقة بالأعراض أكثر ما له علاقة بالشيء، لأنه هلا في كتير ألياف نحن ممكن نكتفي بال watchful waiting، يعني عبارة عن إنه انتظار مع ترقب، وكل فترة بنعمل فحص. أما لما الليف طبعا بده يعمل غزارة بالدورة الطمسية، بده يعمل فقر دم، ممكن بعد فترة بيعوز الحديد، فطبعا هذا بده يقود لمشاكل قلبية وغيرها من أجهزة الجسم. أما لما الليف ما نوع عرضي ممكن نكتفي بمراقبته. هلا ممكن احيانا يضغط على الاعضاء المجاوره، يضغط على المثانه، تخيلي انه ممكن تجي مثلا السيده او تروح لعند طبيب البوليه مفكره انه هي عندها مثلا مشكله بوليه، تعدد بالتبول فريكوانسي، ممكن يضغط على المستقيم يعمل امساك مزمن. في كتير سيدات يراجعوا اطباء هضميه على اساس انه عنده امساك مزمن، يكتشفوا بالاخير انه بيطلع هو سبب في ليف ضاغط على المستقيم وعم يعمل هالحاله الهضميه الشاذه. طيب دكتور، خلينا نحكي شوي عن المرأة الحامل اللي ممكن تصاب بهذا النوع من الليف، شو خلينا نقول شو بيظهر عندها، شو ممكن تتضرر منه؟ هلا هو لحسن الحظ الليف بشكل عام ما بيعرقل الحمل كتير، لأنه مثل ما قلنا نسبة الألياف اللي بتتداخل على موضوع العقم هي أقل من 5%، فهي النسبة الأقل اللي هي طبعا بتكون داخل تجويف الرحم. هلا بنبلش من البداية، ممكن تعيق حدوث التعشيش وبالتالي ممكن ما يصير حمل، تعمل عقم، او خلينا نقول ادق من هيك سب فيرتيليتي، يعني تحت عقم. هلا صار الحمل، صار ممكن وجود الليف مثلا بمنطقه قريبه من عنق الرحم او منطقه التعشيش ممكن يسبب اسقاطات متكرره، هابيتشوال ابورشن، سقط مره وتنتين وثلاثه وما تعرف شو السبب، يكون هو في ليف منصبطن لجوف الرحم وما عم ينافس البيضه الملقحه على المكان المناسب للتعشيش. هل صعب الكشف عليه؟ يعني ممكن ما يظهر مثلا بالايكو العادي؟ او انا بقناعتي وبحسب الدراسات ما في ايكو ما بيظهر ابدا مهما كان حجمه صغير، يعني لا سيما انه اذا ربطنا القصه السريريه المفصله، لانه معلومكم يعني الطب هو مو يعني ضرب بالمنجم، يعني هو عباره عن اخذ قصه اخذ قصه. اللي بيجوا كثير مرضى انه مثلا يا دكتور بدك تعرف شو معي، بدون ما انه بس مجرد انه افحص، ما هو الفحص جزء من القصه المرضيه، اول شيء في قصه، ثاني شيء في فحص سريري، ثلاثه في الفحوص المتممه.
فدور كل واحد منهم له دور اساسي. هلا اكيد الامواج فوق الصوت سهلت كثير كشف الالياف من الجيل اللي سبقنا والقديم اللي كان يعتمد على ايدهم مثلا بالفحص او على القصه اكثر. كانوا اساتذتنا يحكون لانه بالفحص السريري الفحص النسائي مثلا المس المشرك بالجنس يكشفوها الالياف حتى لو كان حجمها صغير. هلا الايكو اعطانا فرصه اكبر نكشفهم باحجام اصغر. هلا كمان لسه السيتي سكان اعطى دقه اكثر. المرنان كمان له دور اعظم، بس اكيد نحن ما لازم نوصل لهالمستوى من التشخيص نروح على المرنان والسيتي سكان وقدامنا هالجهاز الرائع اللي هو الايكو موجود بكل عياده، حتى الاطباء العامين صار عندهم هذا الجهاز. دكتور العلاج يعني قد ايه بيختلف كمان يمكن من حاله لثانيه؟ امتى بيكون بسيط العلاج ممكن السيده فعلا تشفى بفتره زمنيه بسيطه، وامتى بيتطلب مراحل متقدمه من العلاج؟ هلا هون الطب كثير تطور صراحه، وهذا شيء لصالح البشريه. العلاج هلا فيني انا بحب اسمه لاسمين، العلاج الدوائي والعلاج الجراحي. العلاج الدوائي هدفه الاساسي هو شغلتين، اول شغله انه انقاص كميه الدم اللي بتطلع مع الدوره التنصيحيه لحتى نقي السيده قدر الامكان من خساره الدم واللي بيؤدي بالنتيجه مثل ما حكينا لفقر الدم. العلاجات المنقصه طبعا للنزف بيجي على راس اللولب الهرموني اذا سمعانين فيه، هو بيفرز ماده بشكل يومي ماده الليفونورجستريل. هاي الماده طبعا هي مانعه للحمل بس بنفس الوقت بتوقف نمو بطانه الرحم، وبالتالي بدها تعيق عمليه النزف، يعني ما عاد تخلي بقى السيده تنزف. مشهور عنا لولب الميرينا بيسموه. هلا هو علاجي للالياف بشكل جدا فعال، يعني دراج اوف تشويس يعني بيجي. هلا بتجي الادويه الثانيه الترانكزاميك اسيتات، هي اللي تطورت كثير هلا، هي عم تقدر تروح على الاوعيه الدقيقه اللي بتغذي بطانه الرحم وتوقف النزف منها، فيعني عم نحصل نحن على نتيجه اكثر من 50% من نقص حجم النزف. هلا في عنا الادويه المسكنه مثلا المعروفه المضادات الالتهاب غير الاستيرويديه الميفينامك اسيد والايبوبروفين لها دور. ليش؟ لانه هي بتثبط اصطناع البروستاجلاندين، والبروستاجلاندين معروف انه هو دوره بحدوث النزف. اما الاحدث والاحدث اللي هي بتساعد على نقص حجم الورم اللي فيه، وممكن حتى يعني اذا مثلا سيده قريبه من سن الياس، لانه هو معلومكم بس اختفى الاستروجين او ضعف حينكمش الليف، لانه هو معتمد بحياته على او بوجوده على الهرمون الاستروجين. فممكن نستعين ببعض الادويه مثل المشابهات الجي ان ار اتش واللي هون طبعا تطور الطب كثير، مثل الجوزرين اسيتات اللي هو طب عند الناس الديكابيبتيل بيسموه، بينعطى كحقن شهريه او كل 3 اشهر او كل 6 اشهر. طبعا هذا بيعمل شيء اشبه بالضهي الطبي ميديكال كاستريشن، يعني بيعمل حاله اشبه بسن الياس عند صبيه مثلا، بس طبعا فتره مؤقته يعني مثلا 6 اشهر او سنه. الغايه منها طبعا نحن بنقطع الدوره بشكل كامل اكيد يوقف الحمل طبعا اكيد طالما قطعنا الدوره، بس طبعا شو ضمننا انه نعطي نحرم هذا الليف من هرمون الاستروجين اللي هو طبعا كان عم يعتمد عليه بشكل اساسي بالنمو، وبالتالي خلال هالفتره بنراهن بقى على دفاعات الجسم انه تعمل انكماش بهالليف ويوصل لحجم اصغر ما يمكن. هلا بالنسبه للعلاج الجراحي اكيد بتوقف على الاعراض اكثر من اي شيء ثاني، يعني مثلا والله سيده بنهايه سن النشاط التناسلي عمرها فوق ال50 وعندها كم ليف صغير مثلا وهي حتدخل اوريدي بسن الياس بعد فتره قليله، اكيد ما في داعي لعلاجها، مراقبه. اما مثلا سيده بسن الانجاب ومثلا حابه لسه تحمل وعمرها صغير اكيد رح نتشجع ونعمل جراحه. هلا الجراحات هون طبعا بتتراوح ما بين انه نعمل شيء بسموه تنظير باطن رحم الهستيروسكوب، ندخل عن طريق جهاز خاص لداخل جوف الرحم وبتقنيات حديثه كثير صارت بتعتمد اكثر شيء على الليزر هلا حاليا، ممكن نستقصه من جوا. هلا ممكن عن طريق فتح البطن او جراحه تنظيريه عن طريق البطن انه نعمل شيء بنسميه المايومكتومي، يعني نستأصل هذا الليف لوحده ونحافظ على الرحم لمهمته الانجابيه المستقبليه. هون ممكن نستعين ببعض الادويه اللي ذكرناها مثل الجوزرين الاسيتات، نعطيها مثلا قبل شهرين من الجراحه بتسهل كثير عمليه تسليخ الليف واستئصاله باقل ضرر ممكن. اما الاخر مثل يقول المبضع او اخر شيء هو الكي اللي هو استئصال الرحم، واللي هي مع الاسف حتى الان عم تجرى بكميه كثير كبيره ببلدنا وغير بلدنا. هلا مثلا بامريكا بتعرفوا يعملوا دراسات عندهم اكثر من 200 الف عمليه استئصال رحم بسبب الليف، شوفوا هالرقم يعني شو ضخم يعني. فيعني هذا بيشير لاهميه الموضوع، يعني الموضوع فعلا بيستحق انه الاضاءه، وبشكركم يعني على الفرصه حتى انا وضعنا الضوء عليه منيح هذا. طيب دكتور خلينا يمكن نرجع شوي ونحكي عن الوقايه، يمكن حضرتك حكيت ببدايه حديثك عن اهميه يمكن النمط الغذائي قد ايه ممكن يساهم بالوقايه، ممكن نحكي شوي عن النمط الغذائي، عن دور التمارين الرياضيه ايضا؟ هلا هو بصراحه غريب انه الناس تتوقع انه الرياضه لها علاقه بالقصه، هلا طبعا نحن طالما بنعرف السبب ما بنعرف السبب نحن.
فالوقاية رح تكون أصعب. بس طبعا من الدراسات أو الفرضيات اكتشفوا إنه في دور للتمارين الرياضية عند الناس المعرضين اللي حكينا عنهم، هدول المؤهبين يعني اللي عنده مثلا قصة عائلية أو الأسمر أو غيره. لاحظوا إنه إذا عملوا تمارين رياضية بمعدل 3 إلى 4 ساعات بالأسبوع عم نحصل على نتيجة أكثر من 30 إلى 40% فرصة إنه ما يظهر الليف عندهم. فيعني شيء بيشجع إنه نخلي الناس تشجع وتعمل رياضة. هلا هو بالدراسة ممكن يعني يطلع معنا النتيجة، لأنه طبعا الرياضة معلومكم بتأثر على الهرمونات الجسم الإنسان كله بشكل عام، فحكما هي عم تأثر على الهرمون الأنثوي الاستروجين اللي حكينا إنه على علاقته الوطيدة بالورم الليفي. هلا ممكن كمان تخفيف البداني، لأنه كمان إن البداني إلى علاقة هي من العوامل المهمة، فالرياضة أكيد حتأثر على موضوع حتعمل نوع من التخفيف البداني. بس بنفس الوقت الحياة الرياضية يعني هتعطي الصحة لكل شيء، فمن ضمنها خلينا نقول اللي هلا بالنسبة لموضوع الغذاء، أكيد نحن الدراسات اللي بتثبت دور الحمية الغذائية الغير صحية اللي هي غنية باللحوم قليلة بالألياف أو قليلة بالخضار، أكيد هون نحن فينا نعكس الآية ونعمل غذاء قليل اللحوم غني بالألياف والخضار بالفواكه. ونحن مطبخنا السوري بشكل عام مشهور إنه متنوع يعني وفيه كثير خضار وفواكه. دكتور، نصائح أخيرة بتحب توجهها لك السيدة، يعني خطوط عريضة ممكن السيدة ما تتجاوزها أو تلتزم قدر الإمكان بهي النصائح؟ أنا حابب أكد على مفهوم جدا بسيط. أول مفهوم هو موضوع الفحص الدوري، يعني مو ضروري السيدة تشكي من شيء لحتى تروح لعند الطبيب، لأنه صدقا في كتير حالات مرضية مو بس الليف، في كتير أمراض معينة بتكون صامتة، فهي فرصتنا الذهبية لكشفها هي من خلال الفحص الدوري. يعني خلينا نقول كل سنة مرة تعمل لها زيارة للطبيب. النقطة الثانية، أكيد أي بنت أو أي سيدة متزوجة لاحظت فرق بدورة التنصية، إنه من ناحية الغزارة، من ناحية التقارب الطموس، من تطاول المدة، أكيد لازم تراجع فورا أقرب طبيب وتكشف المشكلة، لأنه ممكن يكون ليف عم يكبر على 100,000 مهله لحتى يعمل لها مشكلة في مرحلة من حياتها يصير صعب السيطرة عليه لاحقا. والنقطة الثالثة، موضوع التأكيد على الحياة الصحية من خلال الغذاء ومن خلال الرياضة. نعم، يعني نصائح متعددة اليوم كانت معنا، بدنا نشكر وجودك أكيد دكتور، وإن شاء الله على طول بيكون في لنا مساحة مع حضرتك يمكن نضيق على كتير مواضيع بتخص كل السيدات وأيضا النساء يلي عم بتابعونا. شكرا لوجودك معنا دكتور سمير رمضان. أنا بتشكر كمان حضرتك. شكرا كتير لك دكتور، وبتشكر أكيد هاي النصائح اللي قدمت لنا إياها اليوم. نتمنى أكيد سلمى يكونوا كل السيدات عم بتابعونا ويكونوا استفادوا، مثل ما قال الدكتور يعني في أرقام خلينا نقول كتير كبيرة وكتير فعلا مؤذية إذا بدنا نقول عن أنه نوصل لمرحلة استئصال الرحم، وحتى يمكن دكتور تنحرم بعض السيدات من هي روعة الأمومة أو حتى روعة الإنجاب المتكرر. أكيد أكيد. شكرا دكتور. أهلا وسهلا. شكرا لك دكتور. شكراً.